كيفكن؟ يوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. يوم احلى لعبت شو رح نلعب اليوم؟ يوم بيكي دي وانا اوكي روبا تعب او ماي جاد رح صوت ارجع قول شو قلت؟ داروبا تعاصي قال انه حاليا قال انه انا حلعب فيك اكزي بس هو قاعد عم يلعب لعبة تبع العصير قاعد عم يلعب جايز لعبة بالكمبيوتر انه بتدمج هيك فواكه عشان تصنع عصير المهم فاليوم طبعا يا جماعة فكرة الفيديو زي ما شفتوا بالعنوان انه رح فرجيكم كيف كيفية الحصول على هذا الشعر اللي عندي اياه اوبس وكان بدي ادور هيك على الشعر بس دورت على وجهي ايوه فهذا الشعر هاد اوكي فالامر كثير كثير بسيط بس سهل بس طبعا قبل ما نبلش هذا الفيديو ما تنسى انكم كل مقاس حطوا لك فيديو وبس فبيس نو اوكي بس طبعا خلينا نبلش اوه اوكي هالبوابة نسيت لوين بتودينا خلينا نجرب اوه بتودينا هون ايوه على فكرة جايز المفروض هذا المكان هاد يغيروه ويرجعوه انه يحطوا هذا الماب لانه هذا هو الماب الجديد بس المهم ما علينا يعني هذا هو الماب تبع هذا التحذير يب عندي كد عندي الا بس يلا نبلش رح نعمل هلا عالم عالم خاص اوكي احنا نعمل عالم عالم خاص يلا بتكون لا بعدين بعدين شو ويت شو رح نعمل اليوم شو رح نعمل اليوم يوم نذبح ايش اصبو شعر دابا شعر اوكي ما علينا طلعت طبعا من اللعبة ورجعت عشان هيك اني عملت عالم خاص من جديد على فكرة شو رأيكم بلبستي لليوم رح افرجيكم من وين لبستي عشان بتصيروا قاعد تسألوني كثير بالتعليقات انه من وين جايبة الملابس من وين جايبة الشعر الشعر رح قلكم بوسط هذا الفيديو فعشان هيك تتبعوا معي رح قلكم هلا هلا بس اول شي استنوا قلكم من وين جبت لبسة القميص طبعا هو اللبسة تبع المدرسة التنورة طبعا من الباقة تبع الكي بوب تبع باقة البنات شوفوا القبعي ما عندي ماني لابسة ولا قبعي فهاي اللي بلون اصفر هي مع الشعر اوكي ليكو هاي اكسسوار اللي لونه اصفر فهو مع الشعر كأنه ربطة شعر فكثير بجنن فعشان هيك هذا الشعر بيتناسب مع الملابس اللي فيها اللون الاصفر حسيت انه متناسب مع اللبسة لانه اصلا هاللبسة تبع مدرسة عليها هيك بالاصفر اوبس المهم وهون كمان بالنسبة للهيد فون بالنسبة لل شو اسمه؟ السماعات فهذا اللون زهري الحذاء طبعا هذا الحذاء تبع باقي او مو باقي هي بدلي تبع الفضاء وبالنسبة للنظارات فهدول النظارات تبع باقة لولوكا باللون الأبيض حسيت إنه كثير مناسبين مع هذا الإشي الأبيض والتنور البيضاء والحذاء الأبيض والتيم تبع اللبسة أو الألوان تبع اللبسة هني أكيد أبيض بعدين أوبس ويت أوكي أحط هون الألوان أبيض بعدين أصفر بعدين لا استنى أوكي بعدين أحمر بعدين زهري أكيد يس كمان ازرق بالنسبه للاعين بعدين اسود بالنسبه للشعر هذول الالوان لبسي المهم فيلا هلا طبعا خلينا نشوف اوكي اخي الصغير بده يرسم خلي اشوف ايش راح يرسم شو عم ترسم شو هاي دائره هاي دائره لا المفروض دائره زي هيك اوكي هيك يعني هيك فاهم علي او ماي جاد ما علينا فطبعا هذا الشعر من وين تجيبوه فطبعا هذا الشعر من الباقي تبع المدرسة طبعا اكيد كنا بنعرف ان نزلت باقي جديدة تبع المدرسة اللي هي باقة التشجيع
اللي رح فرجيكم ملابسها. واحد اثنين ثلاثة. فهي طبعا هي اللبسة، هاي اللبسة تبع التشجيع الجديدة، طبعا بهذا التحديث الجديد تبع المدرسة انضافت هاي الباقي اللي فيها ملابس تبع الكرة، وكمان هذا الملابس تبع التشجيع، وهذول الملابس انضافوا معاهم هذا الشعر، وطبعا الباقي لساتها بتنباع، فلساتكم بتقدروا انكم تشتروها وتحصلون على الشعر وعلى هاي اللبسة اللي كثير 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 بتشمك. وكمان اشي، فلو ما بتكون مصاري او لو ما بتكون تشحنون او لو ما بتكون تشترون الباقي بس بتكون تحصوا على الشعر، فان شاء الله لو وصلت لاكبر عدد من المشتركين في اسرع وقت فرح امر عن هاي الباقي سحب قبل ما ينتهي التحديث. عشان هيك كل ما عليكم انكم تعملوا هو انكم تشتركون ضروري ضروري بالقناة، كمان شاركوا قناتي مع اصحابكم. في كمان شرط تاني، اشتركوا بقناتي الثانية اسراء فلوكس، رح تلاقوا رابط بصندوق الوصف. لدي قناتي صوت الجيمة، بس يمزح ما عنده قناة يا جماعة، اكيد ما عنده، عمره بس ثلاثة. قناة ايش؟ قناة الخيار؟ لا السلطان تبع سلطان؟ بيمزح بس صح؟ صح صح. شو كيوت. المهم فطبعا يا جماعة كمان اشتركوا، شو كنت عم اقول؟ ايوه اشتركوا بقناتي اسلام الناس عشان فرصة اكثر وحظ اكثر عشان يكون تفوزون بالسحب العمود. ماي جاد رح تصوت. المهم طيب، وهذا الشعر ليش الكل هلا كثير بيحبه وليش اصلا عملت لكم هذا الفيديو عن هذا الشعر؟ لانه يا جماعه طبعا كثير كثير مميز، زائد كثير كثير منكم بالتعليقات بيسالوني انه اسراء كيف حصلت على هذا الشعر؟ اسراء من وين جبت الشعر؟ اسراء يعني الشعر كثير كثير بجنن، اعطينا اياه كيف نحصل عليه؟ فهيني كايز قلت لكم وين جبتوه كيف حصلت عليه، لانه في اشخاص جديدة على اللعبة ما بتعرف انه اصلا في باقي جديدة. فهيني كايز قلت لكم طبعا شكل الباقي من بره هيك مبينة هاللبسة، طبعا كثير كثير ثمنها كثير رخيص، ثمنها هو ثمن اللي بتقدروا تشتروا بيها حلاوة بالحياة الواقعية، يعني من جد انه كثير 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 رخيصة. بس في اشخاص اللي ما بتحب تشحن او اهلها ما بتقبل او بتحس انه يعني الفلوس مو لازم ابدا تضيع بالالعاب او بتخاف على الحساب البنكي او اشي زي هيك تبعها، ما بتثق بالالعاب او اسباب كتير عديدة ومختلفة زي هيك، فهيني كانت قلت لكم الحل انه انا ضروري بدي اياكم كلكم تكونوا مبسوطين، فقلت ليش لما اعمل سحر. فهذا السحب رح أعمله قريبا لو وصلت ل 160 ألف مشترك قبل نهاية هذا التحديث، لأنه لما رح ينتهي التحديث فخلص جايز رح تروح الباقي وما رح تقدروا تشتروا الشعر، ما رح تقدروا تحصوا على الشعر يعني بحياتكم كلها. فهذه فرصة كتير كتير كبيرة، عشان هيك عشان انكم تفوزوا بهذا الشعر بالمجان فاشتركوا بقناتي وشاركوا قناتي مع كل قناتي. شو اسمها؟ اسراء جيمر. وكمان شاركوا قناتي مع كل اصحابكم وبالمواقع التواصل الاجتماعي كلها تبعكم، وانشروا قناتي بكل مكان وهذا الفيديو عشان الكل يشترك وتحصل على الشعر. وبس لايك رح يخلص، مع السلامة، اشتركوا بقناتكم وحطوا كثير كثير لايكات لهالفيديو، وبس باي.